للتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الأستاذ رشيد الساري الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد، وطبعا تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون وأيضا رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين. كيف تقيم أبعاد هذه الزيارة في ظل الصراع الاقتصادي القائم حاليا ما بين أوروبا وموسكو التي تؤيدها الصين؟ دعيني في البداية أستاذتي الفاضلة يعني أن نستعرض مجموعة من النقاط. النقطة الأولى وأنه علاقات الاتحاد الأوروبي بالصين هي ليست وليدة عقد أو عقدين، ولكن تمتد لأكثر من 4 عقود. هذه المسألة الأولى. ثانيا، حجم التبادلات التجارية كبيرة وكبيرة جدا بين الطرفين، يعني أنه صادرات الصين نحو الاتحاد الأوروبي تتعدى أكثر من 12%، بينما يعني صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الصين تتعدى أكثر من 20%. اليوم ربما يعني الاتحاد الأوروبي، لن أقول بأنه استوعب الدرس، ولكن يعني الفاتورة التي أداها من خلال يعني موقفه الذي اصطف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا دافع الثمن غاليا، من حيث أنه اليوم لاحظنا كيف أنه يعني تأثر بشكل كبير من إمداداته من الطاقة، كيف أنه معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير. وربما يعني زيارة اليوم للمفوض الأوروبي رغم انتقاداتها السابقة، وزيارة كذلك الرئيس الفرنسي الذي يدعم أوكرانيا، أظن بأنه يعني هي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه اليوم لنكون صريحين بأنه الاقتصاد الاتحاد الأوروبي اليوم على صفيح ساخن. لاحظنا كيف أنه يعني معدلات التضخم في بعض البلدان داخل الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أكثر من 16%. فرنسا التي يمكن أن نقول بأنها هي أحسن حال، يعني معدلات تضخم اليوم في حدود أكثر من 7%. اليوم يعني يظهر بأنه ربما يعني الاتحاد الأوروبي ومعه فرنسا لا يريدون أن ينساقون مرة أخرى لمشاكل اقتصادية هم في غنى عنها، خاصة واليوم نلاحظ بأنه يعني مجموعة من المعطيات هي للأسف ليس في صالح الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أنه اليوم يعني الصين ربما هذه السنة سوف تحقق أكثر من ربع نسبة النمو على المستوى العالمي. لاحظنا أنه كيف أن كان يعني كان هناك توقع أن تصل معدلات النمو بالنسبة للصين لأكثر من 7%، اليوم نتحدث عن 5%. لماذا؟ لأنه يعني نسبة كبيرة سوف تذهب إلى ما هو استراتيجي إلى ما هو عسكري. اليوم يعني الولايات المتحدة الأمريكية كذلك لاحظنا أنها كيف أنه يعني تمارس مجموعة من الضغوطات، من ليست إدارة فقط يعني إدارة بايدن هي ما اتخذت مجموعة من يعني من الخطوات، ولكن لكن هذا الطرح أيضا يعني تدفع به أطراف عدة، إنه محاولة الهيمنة والسيطرة وتغيير التركيبة العالمية السائدة منذ عقود. يعني قبل أيام وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات لاذعة إلى الصين، واعتبرت سيدي عذرا للمقاطعة أن الصين تبدأ عصرا جديدا للسيطرة وتوسيع النفوذ وتغيير النظام الدولي، وهذا يمكن أن يكون طرح عدة نظم موجودة في العالم تحاول أن تفرض نفوذها. بالتأكيد يعني الصين لم يعني ولاحظين أستاذتي الفاضلة، الصين لم تبدأ في هذه الخطة، يعني ليست بريدة اللحظة، ولكن تابعي معي بأنه هناك خطة الحزام والطريق، والتي كانت رصدت لها الصين أكثر من 124 مليار دولار من أجل يعني ربط أوروبا بآسيا. واليوم الجديد هو أنه الصين
تحاول أن تربط جميع دول العالم فيما بينها، خاصة وأنه اليوم دخلت إلى العمق الإفريقي. هذا كمثال، لاحظنا أنه الصين يعني كيف تريد أن يعني تمد سيطرتها على العالم من خلال مجموعة من القروض يعني بتكلفة منخفضة، ولكن بشروط تعزيزية على مجموعة من الدول. الصين اليوم دخلت في علاقات كبيرة مع مجموعة من الدول، لاحظنا مؤخرا كيف أنها أصبحت تلعب حتى دور الوسيط من أجل يعني تخفيف من حدة الصراعات. لاحظنا مؤخرا كيف أنه يعني تلعب دور يعني وسيط بين العربية السعودية، المملكة العربية السعودية وكذلك إيران. ولاحظنا أنه كيف اليوم يعني تمول مجموعة من المشاريع على المستوى الإفريقي. اليوم ما تقوم به الصين ليس مفاجئا، ولكن أظن بأنه جاء لاستراتيجية ليست تمتد لأكثر من عقدين. لاحظي معي أستاذتي الفاضلة بأنه منذ يعني دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية كيف أنها قلبت مجموعة من الموازين، كيف أنه اليوم يعني الصين تعتبر الاقتصاد الثاني على المستوى العالمي. أكثر من هذا، الصين اليوم تهدد يعني تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الفائض التجاري بين البلدين، لأنه رغم هذه الحزازات على المستوى العسكري وكذلك على المستوى السياسي، ولكن يجب أن نسجل بأن الصين اليوم تسجل سنويا مع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 300 مليار دولار. يعني اليوم وبالتأكيد فرنسا تريد أن تدعم العلاقات الاقتصادية أكثر. يعني الرئيس الفرنسي يبدأ زيارته وبصحبته 60 مسؤول تنفيذي لكبريات الشركات، منها شركة إيرباص، فهناك نية واضحة لتدعيم العلاقات الاقتصادية. لو تعطينا فكرة أكثر عن البعد الاقتصادي لهذه الزيارة. الاقتصادي لهذه الزيارة كما أشرت سابقا، اليوم الاتحاد الأوروبي ومعه فرنسا، يعني عند لأنه اليوم رمزية أرسولا، يعني زيارة أرسولا فون دير لاين مع يعني بجانب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون له أكثر من دلالة أننا اليوم نأتي من أجل فرنسا تمثل الاتحاد الأوروبي وتسعى لإنقاذ أوروبا، الاتحاد الأوروبي من مجموعة من المشاكل التي تعيشها اليوم، خاصة اليوم ما يبحث عنه الأوروبيون جميعا وهو تحسين العلاقات التي لاحظنا بأنها يعني عاشت مجموعة من الفتور، إبان يعني خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية. أظن بأنه الاتحاد الأوروبي استوعب جيدا الدرس بأنه ليس في صالحه أن يصطف بشكل كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هو الخاسر الأكبر، وقد لاحظ هذا لاحظ هذا بشكل كبير إبان هذه الحرب الروسية الأوكرانية، وكيف أنه يعني خسر مجموعة من النقاط. إشكاليات أصبحت اليوم حتى السلم الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي أصبح مهدد بشكل كبير نظرا لمجموعة من المشاكل الاقتصادية. الحل اليوم بالنسبة للاتحاد الأوروبي وكذلك فرنسا هو أنه يعني يجب أن تمسك العصا من الوسط، يجب أن تكون هناك ضمانات كذلك من طرف يعني الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لحدود الساعة الولايات المتحدة الأمريكية لم تلعب أي دور إيجابي بالنسبة لأوروبا. لحدود الساعة الاتحاد الأوروبي لم يستفيد شيئا من هذه المواقف، مواقف الولايات المتحدة الأمريكية لم يستفيد ولا أورو. بالعكس نلاحظ بأنه المشاكل تزداد، ربما اليوم كما قلت بأنه استوعب الدرس ويريد أن تكون هناك علاقة بين يعني علاقة، لن أقول نتيجة مع الصين، ولكن علاقات تجارية، علاقات نفعية. لا ننسى بأنه تحرك اليوم يعني للمفوضة الأوروبية وكذلك مانويل ماكرون الرئيس الفرنسي جاء بعد زيارة الرئيس الصيني لروسيا، ونلاحظ بأنه يعني هذه الزيارة تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات بين الطرفين. أكثر من هذا، ونعود
إلى الزيارة التي كان قال بها الرئيس بوتين إلى الصين في 5 فبراير من سنة 2022 بمناسبة افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث أن الطرفين كان قد اتفقا بأنه يجب تغيير النظام العالمي على المستوى النقدي وعدم الاعتماد فقط، أو أنه يجب التخلي عن الاعتماد عن اليورو وكذلك الدولار. اليوم يعني نلاحظ بأنه هذه الزيارة ربما هي تأتي أولا كرد فعل، رد فعل على الزيارة التي قام بها بوتين، قام بها الرئيس الصيني إلى 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 روسيا، وكذلك للتخفيف من حدة يعني التوتر اليوم الحاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خاصة، وأننا نلاحظ بأنه اليوم يعني منطقة البحر الصيني الجنوبي أصبح بؤرة متوترة جدا، خاصة وأنه مجموعة من السفن الأمريكية أرست شراعها بهذا البحر. إذن أظن بأنه هذا يأتي من أجل كذلك تلطيف ما يجب تلطيفه من الجو بين الأطراف الثلاثة. شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من الرباط الأستاذ رشيد الساري الخبير الاقتصادي.